تدشين اتحاد القبائل العربية، تدشين مدينة جديدة من الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والتحرك والتقدم نحو الأمام، سوف يطلق عليها اسم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقدر تعتبرها لمسة من لمسات الوفاء بالمناسبة من أبناء سيناء لهذا الرجل القائد والزعيم اللي حط سيناء على خريطة التنمية بجد وللمرة الأولى بمنتهى الجدية. خد بالك، للمرة الأولى وبمنتهى الجدية. طبعا ده بعد حرب ضروس خضناها كبلد وكمجتمع وكقوات مسلحة وكشرطة في الحرب على الإرهاب. خليني أشوف التقرير ده مع حضراتكم وهنرجع نكمل الكلام. انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية ووعيا وإدراكا بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأكيدا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل في مسيرة الوطن ودعم مؤسساته، نعلن من هنا من أرض سيناء الغالية تأسيس اتحاد القبائل العربية. نحتفل هذا العام بأعياد 25 ابريل والعام الماضي فقط، ولكن أعوام الماضية حرمنا كأبناء سيناء من إقامة احتفالات نتيجة الإرهاب الأسود، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ورجال القوات المسلحة والشرطة وإنشاء اتحاد قبائل سيناء اللي أنشأه المهندس إبراهيم العرجاني طهروا سيناء تماما من الإرهاب، وهذا جهد يشكر عليه. الحمد لله. طبعا المدينة دي كان فيما مضى كان يعتبر هي عكر ومعقل التكفيريين، والحمد لله بجهود القوات المسلحة وبجهود القبائل الإرهاب خلص، والنهاردة اتحاد القبائل العربية كلهم بإجماع أجمعوا أنهم يعملوا مدينة نموذجية ويطلقوا عليها مدينة السيسي. ده أولا محبة في سيادة الرئيس السيسي، وحيعملوها بالمجهودات الذاتية وحتبقى مدينة نموذجية، بل وهم كمان يعني أول ناس حيكونوا من سكان مدينة السيسي أسر الشهداء على مستوى الجمهورية أيا كان، سواء من سيناء ومن مصر من القاهرة. ونعمل فيها حاجات، يعني هنعمل فيها مشاريع وهنعمل فيها تربيه مواشي وهنعمل فيها حاجات زراعيه وهنعمل فيها حاجات صناعيه الحمد لله. واكيد طبعا انتوا جايين شفتوا المباني، يعني احنا مش بنتكلم كلام، المباني طلعت والحاجات طلعت، واكيد انتوا شايفين وصورتوا الحاجات دي. دور اهالي سيناء ان احنا نبتدي معركه التنميه، وان شاء الله احنا بنطمح ان احنا نوصل نشوف اهم مشاريع تخدم اهالي سيناء، وان احنا نوظف الشباب اللي زي من سني. شباب كثيره من سني النهارده كلهم شباب طموح، فاحنا بنطمح ان احنا نشوف نعمل مشاريع في سيناء ونطور سيناء بحيث ان احنا نقلل البطاله اللي في سيناء، وكل الشباب اللي من سني والاكبر مني والناس دي كلها، وخصوصا الاولاد والنساء، في فتيات كثيره في سيناء النهارده وتعلمات عندهم شهادات، مش عصام بس طيار، في ناس كثيره من سيناء دكاتره، وفي ناس زي طيارين من سيناء وناس مهندسين. فالنهارده احنا حابين نقول لكل العالم انه سيناء اولادها عرفت تربي جيل متعلم، جيل جيد، جيل قدر يوصل ويتحدى، ويكون عندنا النهارده دكاتره ومهندسين وناس عباقره ما شاء الله عليهم. طيب دي حاجه واضح انها جميله وحلوه ولطيفه ومبهجه الى ابعد الحدود.